أما محطات الاستراحة فإن المسافر بطبعه يكل وينصب ويتعب ويمل، وراحته وأمنه وسكينته في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. من لا يعرفها فحاله كقول القائل: إن مات مات بلا فقد ولا أسف، أو عاش عاش بلا خلق ولا خلق. أما هدف المسافر ووجهته فللمسافر وجهة، ومسافر لا يحدد وجهته هذا كالثور أكرمكم الله، يدور في الساقية ويدور ويدور ويلف ثم ينتهي من حيث بدأ، أو كالسفينة التي تسير في البحر بلا مقصد، تتلاعب بها الأمواج وتقذف بها الأثباج ثم تهلك هي وأصحابها. فما وجهتنا عباد الله؟ إنها جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، من رام وصل الشمس حاك خيوطها سبباً إلى آماله وتعلق. حفت الجنة بالمكاره، فمن أرادها حقاً اقتحم المكاره، فمن خلقه الله للجنة لم تزل هداياها تأتيه من المكاره، والمكارم منوطة بالمكاره، ومن تأمل نيل الدر من البحر وجده بعد معاناة المكاره، ومن تأمل دوام البقاء في نعيم الجنة علم أنه لا يحصل إلا بنقد هذا العمر ثمناً له. وما مقدار عمر غايته 100 سنة؟ منها 15 صبوة وجهل، ومنها 30 بعد 70 إن حصلت عجز وضعف، والتوسط نوم، ونصف زمانك أكل وشرب وكسب، وللعبادات منه زمن يسير. عمرك محدود فأدرك به بعض الأماني وانتهز عقلي. أفلا يشترى ذلك الدائم بهذا القليل؟ خاب والله وغبن وتعس وانتكس من باع الجنة بما فيها بشهوة ساعة، غبن فاحش وخلل وهوان. تالله ما العيش إلا عيش الجنة، حيث اليقين والرضا والمعاشرة لمن لا يؤذي ولا يخون، مع تنوع أصناف النعيم والذل في دعة النفوس. ولا أرى عز المعيشة دون أن يشقى لها، من جد وجد، ومن سهر ليس كمن رقد، والفضائل تحتاج لوثبة أسد. تالله ما هزلت فيستامها المفلسون، ولا كسدت فيبيعها بالنسيئة المعسرون. لقد أقيمت للعرض في سوق من يزيد، فلم يرض لها بثمن دون بذل النفوس. تأخر البطالون وقام المحبون ينظرون أيهم يصلح أن يكون لها ثمنا، فدارت السلعة بينهم ووقفت في يد قوم يحبهم ويحبون. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، عرفوا عظمة المشترى وقدر السلعة وفضل الثمن وجلالة من جرى على يديه عقد التبايع، فرأوا من الغبن أن يبيعوها لغيره بثمن بخس، فعقدوا معه بيعة الرضوان والتراضي، فربح البيع لا إقالة ولا استقالة. سعوا للمعالي وهم سبية، وسادوا وجادوا وهم في المهود. إنها سلعة الله وكفى، سلعة الله غالية جد غالية، تحتاج إلى مثابرة، إلى جهد وصبر ومصابرة وتضحية ومغالبة. ومن هجر اللذات نال المنى، ومن أكب على اللذات عض على اليد. يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان. يا سلعة الرحمن أين المشتري؟ فلقد عرضت بأيسر الأثمان. يا سلعة الرحمن هل من خاطب؟ فالمهر قبل الموت ذو إمكان. يا سلعة الرحمن لولا أنها حجبت بكل مكاره الإنسان، ما كان عنها قط من متخلف، وتعطلت دار الجزاء الثاني، لكنها حجبت بكل كريهة ليصد عنها المبطل المتواني، وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا بمشيئة الرحمن. فتعب ليوم معادك، فتعب ليوم معادك الأدنى، تجد راحاته يوم المعاد الثاني. فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، وحي على روضاتها وخيامها، وحي على عيش بها ليس يسأمها.